السلام عليكم شباب. طبعا هنا اريد اركز على شغله. يقول لك هنا incubation periods and epidemic curve during infections by age, sex, race, vehicles or vectors. تدري يعني ايش يقصد؟ يعني المنحني الوبائيات during infections اثناء فترات العدوى by age. يعني يقول لك مثلا اللي عمره 20 سنه صار به كذا مرض، عمره يعني الاطفال صار بهم كذا مرض، الادلت صار بهم كذا مرض، الشيوخ صار بهم كذا مرض. السكس الفيميل الاناث عندهم هذا المرض اكثر من مثلا الفيميل من الذكور. الريس العرق مثلا يقول لك هذا من افريقي مثلا، هذا ما اعرف شنو شرق اسيا بيها مرض هذا يكثر، غرب اسيا يقل، اوروبا يزيد هكذا. والفيكل والفيكتورز بعوض الكذا بهالمنطقة زاد، هذا القصد. فلهذا من يقول لك الغرض من الابيديميولوجي، يقول لك epidemiology measures rate, persons, place and time. This appears the tools of epidemiology such as incubation periods and epidemic curve during infections by age, sex, race, vehicles or vectors, possible source of infection and other factors. فهي هذا المعنى يعني، بس حبيت اركز على هالشغلة. وطبعا النت ما عندي مثل ما قلت لكم، اروح على جماعة وارفع الفيديو، بس شنو المشكلة؟ مو هالمشكلة، المشكلة النت صار فرد مرة ضعيف، ساعتين ثلاثة دي يرفع له فيديو طوله ما به 10 دقائق 5 دقائق، فلهذا ما نقدر حتى نصور تصوير طويل. تحياتي، لا تنسون تفعيل زر الجرس واختيار الكل، يعني دوس اشتراك دوس جرس تختار الكل، والتعليق والاعجاب ونشر القناة، وطبعا بالتالي لا اجبركم، ولو هذا الكلام اللي احنا نقوله للناس المشتركين من كافة الانحاء البلدان، بس انتوا عسل جماعتي، بس هم نفس الشيء، هم لكم مطلق الحرية عادي. تحياتي.